مساء الخير يا جماعة، أنا المهندس أحمد طارق. النهاردة هنتعرض لكشف على فتيس الجريدر 14 ام الكاتربيلر. طبعا في كذا مشترك من متابعين القناة طلب مني ازاي نبتدي نكشف على الفتيس بتاعي، او اعرف الفتيس بتاعي بتاع الفتيس الجريدر شغال كويس ولا لأ. فاحنا في الفيديو ده هنتعرف ازاي ايه فكرة عمل فتيس الجريدر ال 14 ام، وازاي اكشف على العطل بتاعه، وازاي اختبره واحدد العطل بتاعه فين بالظبط. اولا الفتيس ال 14 ام بيعتمد على فكرة الكاونتر شافت ترانسميشن. يعني ايه كاونتر شافت؟ يعني اللي هو بيبقى الاكس في حتة، يعني الانبوت في حتة والاوتبوت في حتة. طبعا ده الانبوت اللي جاي له من الانجن، وده الاوتبوت اللي رايح للايه، للفاينل درايف. على عكس ايه اللودر، على عكس اللودر بيبقى بلانتري ترانسميشن، اللي هو بيبقى الانبوت داخل من ناحية وعلى نفس الاكس او على نفس المستوى ده طالع الاوتبوت على الايه، على طبعا بيبقى الانجن تورك كونفرتر، وبعد كده ترانسميشن وطلع الاوتبوت على الفاينل درايف. لكن هنا الوضع مختلف، هنا نوع تاني من انواع الفتايس. طيب هنا برضو على عكس اللودر، عشان تعشق سرعة او تحقق سرعة بتحتاج تعشق او تاكتيفيت 3 كلاتشات. يعني انت مثلا لو انت عايز تعشق الفيرست سبيد فورورد هتعشق كلاتش رقم 1 و6 و7. مثلا عايز تعشق ال 6 سبيد فورورد اللي هو السرعة السادسة قدام هتعشق رقم 2 و4 و8. فاحنا عندنا في الفتيس ده 8 كلاتشات، كل سرعة بتاخد كومباينيشن من 3 كلاتشات عشان تديك السرعة بتاعتك. طب انا عندي كام سرعة؟ عندي 8 سبيد فورورد، 8 سرعات قدام اهو، و6 ورا، و6 ريفرس، وايه 8 سبيد ايه قدام. وطبعا النيوترال هيبقى اتعشق ايه كلاتشين بس. طيب انا دلوقتي عايز اكشف، انا الجريدر بتاعي بدور الصبح عايز اكشف على الجريدر بتاعي او الفتيس بتاع الجريدر ال 14 ام بتاعي، اعمل ايه؟ اول خطوة هتعملها هتعمل فيل تايم كاليبريشن. هتعمل فيل تايم كاليبريشن، دي اول خطوة مبدئية اللي هي بتديك انطباع كويس جدا عن الفتيس بنسبة 90%. طب انا ازاي ده اعمله؟ عن طريق حاجتين، عن طريق الكاتربيلر اي تي تكنيشن، الالكترونيك تكنيشن، عن طريق الكاتربيلر الكترونيك تكنيشن، ان هو بتوصل الالكترونيك تكنيشن في المعده وبتخش زي ما احنا عرضنا في فيديو سابق، بتخش سيرفيس كاليبريشن ترانسميشن فيل تايم كاليبريشن، وبعد كده بتسخن درجه حراره الزيت لغايه يبقى فوق 40 دجري سلسيوس، وتعشق الباركينج بريك، وتنفذ الشروط اللي قالها لك بالظبط، وتامنه، وتحاول تحط شويه بلوكس قدامه عشان لو هرب منك، وتبتدي تخش وتعمل ستارت وتفضل ماشي معاه، او هو هيبتدي يعمل الكاليبريشن لوحده. هنا في الفتيس ال 14 ام او في الجريدر ال 14 ام في ميزه ثانيه، انت ممكن تعمل الترانسميشن ده من خلال الشاشه بتاعتك. يعني انت حضرتك الاوبريتر او حضرتك الكاستمر انت تقدر تعمل الكاليبريشن ده لوحدك. طب ازاي؟ في طريقه من الشاشه انا هحاول اعرضها لكم هنا، بس هو مش هي بس ايه مش هتبقى بالظبط، بس انا هوضح لكم ازاي بتجيبها من على الشاشة. طبعا انت لو حاسس ان الفيديو ده بيضاف لك معلومة جديدة يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد بينزل على القناة وقت ما بينزل. طيب طبعا هنا احنا عايزين نجيب الميسنجر اللي هو بتاع الميسنجر اللي هو بنقدر نجيب منه ال الفيل تايم كاليبريشن. طبعا ده بيبقى شكل الشاشة عندك في الكابينة، بيبقى فيها 4 زراير كده، بتبقى في الاول هي طبعا مش بيبقى ظاهر لك وضع السيرفيس دوت، بس ايه حبيب بقى ظاهر لك مثلا ايه لو في كود، او بيظهر لك ان انت مثلا لو اكيوميليتد بريشر لو انت مش مدور او حاجه كده. فانت كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتدوس داون، اللي هو داون ده هيظهر لك السيرفيس. بعدين من بعد السيرفيس هتختار ايه، هيظهر هتقعد تنزل دايجنوستيك ايفنت، لا سيستم بارامترز، لا سيستم تيست، لا سيستم انفو، لا سيرفيس تيست. هتدوس سيرفيس تيست، بعد كده في مانيوال لوب موديل تيست، لا ترانسميشن فيل تايم كاليبريشن.
ترانسميشن فيل تايم كاليبريشن طبعا ايه، هو مش هيخش غير برضو اما انت تكون مسخن درجة الفتيس لغاية 40 ديجري سيلسيوس، وهتمعشق الباركينج بريك، هتخش من هنا وهيبتدي يشتغل الترانسميشن فيل تايم كاليبريشن لوحده، ويبتدي يعمل كاليبريشن لسولونويد سولونويد او كلاتش كلاتش ورا بعض 8 7 6 لغاية اما يخلص، وانت قاعد في الكابينة زي الباشا ومتابعه. والله الكاليبريشن خلص بتمام وقال لك سكسسفول في الاخر، يبقى انت الفتيس بتاعك سليم يعني بنسبة ايه 90% ومفيش مشاكل وتقدر تشتغل عادي. والله جه مثلا عند كلاتش رقم 4 وخرج قال لك فيلد، يبقى انت عندك مشكلة في الجروب رقم 4 من اول السولونويد، او كلاتش رقم 4 عندك فيه مشكلة، فانت اول حاجة هتعملها ايه؟ هتروح على سولونويد رقم 4. طب سولونويد رقم 4 اجيبه ازاي؟ هروح على الاسكيماتيك، بعدين اجيب مثلا اللي هو الكومبوننت لوكيشن، واجي اختار سولونويد رقم 4، سولونويد ترانسميشن 4 اللي هو ايه بتاع اللي هو بتاع السكند، اللي هو بيديك الغيار السكند سواء في الفورورد او في الريفرس، او هو كومن ما بين السكند في الفورورد او الريفرس. تمام، هنختار ايه الماشين لوكيشن، نعرف مكانه فين. تمام، ادي اهو مكانه ظهر لي بوضوح. طبعا ايه ده الفتيس بيبقى في ظهر المعده في الاخر، طبعا بيبقى فيه هنا جاردات قبليه فكها عشان يظهر ايه معاك. طبعا ايه هو هيظهر لك من تحت هنا كده اهو، 1 2 3 4 5. طب هو احنا ايه مختارين 4 عادي، بس هو ترتيبه هنا رقم 5 عادي، مش شرط يبقى الترتيب على الواقع هو الترتيب باسمه. تمام، فانت دلوقتي خلاص هو بيخرج عند السولونويد دوت، انت اول خطوه هتعملها مثلا هتاخده وتبدله بسولونويد رقم 5 مثلا، او السولونويد جنبه مثلا، فلنفترض مثلا ايه عايزين نبدله برقم 5. طب رقم 5 اللي هو فين؟ اهو رقم 5 اللي هو ده اللي هو فوقيه على طول. تمام، فانت هتاخد ايه سولونويد رقم 4 وتحطه ايه في 5، وبتاع 5 تحطه في ايه في 4. طب وتعيد الكاليبريشن تاني، والله المشكله اتنقلت ل5 والكاليبريشن خرج من عند الكلاتش رقم 5، يبقى المشكله عندك في السولونويد. خلاص بسيطه، هتطلب البارت نمبر بتاعك موجود، هتطلبه وتركبه مفيش مشكله. طبعا المكان ده ما هوش سهل، يعني انت هتحتاج تفك برضو جردات، ومحتاج حد برضو يكون يعني، عشان انت طبعا هتبقى المعده متقفله، فمحتاج حد يكون ايديه صغيره وبيعرف يحل كده، يكون محترف عشان يعرف يبدلهم مع بعض، الموضوع مش سهل يعني، فاهمني ازاي؟ فانت كده هيبقى المشكله ايه سهله طبعا. لكن لو انت بقى عكستهم مع بعض وظلت الكاليبريشن بيخرج من رقم 4 برضو، يبقى كده ايه مصيبه سودا، يبقى كده جوه المشكله، جوه الفتيس ذات نفسه، المشكله جوه في الديسكات والبليتات بتاعت مجموعه رقم 4، فهتضطر حضرتك تنزل الفتيس وتعمل عمره كامله للفتيس، ومش هتغير الديسك والبليته لمجموعه رقم 4، هتغير للثمان مجاميع. طيب بالنسبه في اختبار تاني انت برضو ممكن تقيسه، لو انت برضو غاوي كهرباء وهتحب تقيس المقاومات، السولونويدات دي ليها مقاومات، المقاومه هتقيسها بتبقى من رينج 6 ل 8. فطبعا انت بس يعني مثلا محدش يقول لي قرت معايا 5 يبقى بايظ، لا طبعا، لو هي بقى مثلا قرت معاك 20 يبقى هو ايه يتغير، بس طبعا الكاليبريشن يغنيك. بس انا بقول لك لو انت عايز تزيد يعني تاكد او تاكد المعلومه، ان انت ممكن ايه تقيس المقاومه بتاعه الايه السولونويد دوت، تعمل بقى تجهيزه كده فيشه نتايه وايه وتقيس بيها المقاومه السولونويد. برضو في طريقه تانية كنا قلناها قبل كده، ان انت ممكن تقيسه من خلال فيشه الاي سي ام. ادي الاي سي ام اهي، طبعا هتحدد طرفين السولونويد من السكيماتيك، وتروح تقيس لو انت المكان ايه مضيق عليك، ممكن تقوم ايه الفيشه دي ممكن تجيبها بسهوله، يعني هتفك الفيشه دي بسهوله وتقدر تقيس على الطرفين. ازاي برضو نعيدها؟ عشان احنا كنا قلناها قبل كده بس نعيدها تاني. مثلا لو احنا عايزين ايه سولونويد رقم 4، هنجيبه بقى على السكيماتيك لوكيشن،
تمام، فين سولونويد رقم اهو تمام. الطرفين بتوعه 900 921. طيب هنعمل ايه؟ كنترول فايند 900 ونمشي وراها لغايه اما نوصل ايه لمصدرها فين، زي ما عملنا قبل كده. لا هو جاب كي 900، هو نقلنا في حته تانية خالص. لا مش هي دي، احنا عايزين 900 بس اهو. ماشي 900 بس، اها تمام 900 بس. دخل ايه؟ ترانسميشن سولونويد رقم 4 في رجل رقم 52 في ال الترانسميشن اند تشيسس كنترول اللي هي الاي سي ام بتاعت الايه الترانسميشن، تمام، اللي هي موجوده في صدر الفتيس اللي هي ورا جنب السولونويدات. طيب هتفك الفيشه، تمام، هتفك طبعا، هتفصل الشوكه وتفك الفيشه وتقيس على 52. طب 921 ده الريتيرن، ده اللي هو الايه البي دبليو ام درايفر ريتيرن، ده الايه الراجع بتاع السولونويدات. هتفك وتقيس ما بين ال 50 وال 52، المفروض هيديك الايه من 6 ل 8 اوم. طب نعيد تاني على الترقيم بتاع الفيشه عشان برضو ايه اللي كان ناسي. ادي الفيشه الايه ال 70 بن بتاعت الاي سي ام، وادي الايه المسمار ال ان اللي حضرتك بتفكه. بنبدا من 1 13 14 ونقعد نعد وهكذا هكذا. احنا قلنا هنقيس على 52 و50، ادي 57 56 55 54 53 52 52 51، هنقيس على دي ودي، المفروض يديك معاك ايه ال 8 من 6 ل 8 اوم. عايز تعرف انه فيشه اليمين ولا الشمال؟ دايما على طول طالما هي دي اللي داخل عليها الكي سويتش بتبقى اللي هي الفيشه اليمين. عايز تتاكد اكتر بتبقى في رجل رقم 1، هيبقى ايه اللون يلو، شايفين يلو 16، علشان تعرف تميز ايه هل هي هل هي الفيشه اليمين ولا الشمال، تمام. دي طريقه الكشف على الجريدر الفتيس الجريدر ال 14 ام. طبعا مش هيختلف كتير في ال 160 ام، او مش هيختلف كتير في ال 12 ام، هيبقى ايه هي نفس الفكره. ودي طريقه فعاله جدا ومفيده جدا، وبتبقى نتائجها مضمونه بنسبه 100% ان انت تكشف على الفتيس بتاعك. وبرده ان انت ما تاخدش قرار ان انت تنزل فتيس وتعمل له عمره وهو ممكن يبقى الموضوع سولونويد، او موضوع فيشه عايز تتنضف، او موضوع في حاجه في الضفيره. فالترانسميشن فيل تايم كاليبريشن اللي انت بتعمله من الشاشه هيفتح لك سكك كتير، هيسهل لك الموضوع جدا ان انت تقدر تشخص الفتيس بتاعك. طبعا احنا بنحاول نجتهد على قد ما نقدر، فاذا اجتهدنا وفقنا فلنا اجران، واذا اجتهدنا فقط فلنا اجر واحد. اشوفكم على خير ان شاء الله.